خامسا مندوبات الامام ذا شو قلنا قدر يخدم الامام باش تصح الجمعه الناس شروط ساعه الجمعه. في النقطه الخامسه مندوبات الامام، امام نفسه ما هي المندوبات؟ المستحب الاول ان يسلم على الناس عند دخول المسجد، ملك المسلم جمعه ميد يشمل الامام الى يسلم على الناس أدين السلام عليكم نغ ميقفدت في ميقيم في المنبر زرب اللي يقيم الشيخ في المنبر هذا يقيم ان بعد المؤذن ذكر يؤذن انت كنا يقيم ديني السلام عليكم ورحمه الله في نفس الوقت يخدم السنه يسلم في الغاشي في نفس الوقت يفكر اذن المؤذن باش يرفع الاذان تاكي دام زوال ويسين ان يخطب من على منبر او من مكان مرتفع الى قال الامام هذا يخدم الخطبتين الني اما سفلى المنبر مثلا سنوك المنابر ما الا ولاش المنبر هذا يخدم كازقور اي حاجه كرسي اي حاجه علينا كي اي نعم خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صرا قبل هذه خدمه قبل يخدم المنبر كان يستند الى جذع نخله تزديف انت ثلاث العرصه ومن طول تزديف ومن طول العرصه للجامع إثكاكا وصورتك تثكي أي الزول أصحاب صلوات الجمعة وكذا أسمي خدم المنبر خدمنا ثلاثة درجات ثلاث درجات يسخدم ثلاث درجات من بعد الجذع عني الجذر عني تزدي تترو وردت في حديث تأينو تأين تترو سبحان الله يميتو فرق النبي صلى الله عليه وسلم يصب تسير المنبر وحر غرسة فيت الجذع الشجرة اللي الخلالي المس السم حتى سكنت أو هدأت في الدرجات ولكن ذلك ثلاثة لطيفة من اللطائف حنا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المنبر يسعى ثلاث درجات النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم في درجة ثالثة باش هذه ولياء كل مصلين أسمي مثل في صلى الله عليه وسلم وذي يسمى فيرس الخليفة أبو بكر الصديق يستحق هذه قيمة الدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يصب ديوث عرفين السناف سبحان الله لأن الصحابة غير يخدم ضرب من سام إيناس وسمي هذا أطفال كانيس إلى قد صب درجة عمر يحضر أسمي موث أبو بكر الصديق يصب درت مزيون سبحان الله العظيم أبري سيدنا عثمان يروح في السناف يعني دفء الأدب مقارن ظرافة على الحداقة مش الواجب ولكن ظرافه. نعم بس العباس هذا يرضى ربي فلسعه بس النبي صلى الله عليه وسلم. اخر مهاجر ما كان صار دي السيره اخر من هاجر. حضرني انا مين انت قريب سيفات في مسير النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح. تغريز في لوكازيون شكيت. من بعد اسمي السقسان العباس من قرد العمر في النبي صلى الله عليه وسلم. من ليس شويه مقرا في الشنطه نتسى. يستحق سيدي كم قرا في النبي. ولا ماذا والكان وما يندم قراتيت إنس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداق تاسع إنس الرسول أكبر مني للقدر مقر ولكن كني لولاد قليس الله يا رب الله ثقيل إحداق ثقيل قدر الآن في السبعة أن يخطب خطبتين يلقى الإمام مش خطبة واحدة يخطب خطبتين يفصلهما بجلسة قصيرة كافية لقراءة أو ما يكفي لقراءة سورة الإخلاص زرام الشيخ غادي يخدم خطبة مزور بعد ذلك يقيم يستعفو كشوية قسمة دار سورة الإخلاص أو أقل من ذلك لا حرج أدير النفس بعد ذلك الخطبة الثانية